مشاهدينا، والحديث أكثر عن تطورات الاحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا والرفض العنصرية المستمرة، معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد السلام حاج بكري. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بكم. أهلا بكم. لماذا تصر السلطات الفرنسية على اتباع ذات النهج ضد المتظاهرين الذين يتحدون التحشيد أو الحشد الأمني ويشتبكون مع الشرطة الفرنسية بقلب العاصمة باريس وكذلك المدن الفرنسية الأخرى الكبيرة؟ لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة جدا، أنه عندما قامت المظاهرات والاحتجاجات السلمية في الوطن العربي، قامت حكومات وأنظمة الاستبداد في الوطن العربي في أكثر من دولة كما تعرفون بقمع هذه المظاهرات بالقنابل، بالطيران، بكل أنواع الأسلحة. حقيقة فرنسا حتى اللحظة تستوعب هؤلاء المتظاهرين، تستوعب هؤلاء البعض منهم مشاغب، تستوعبهم ولا تقوم بردة فعل عنيفة بقسوة تجاههم. يعني كل ما في الأمر أن هناك اعتقالات بحق الشبان الذين يقومون بإحراق المحلات أو إحراق السيارات أو نهب المحلات التجارية كما شاهدنا في مصنع أحد مخازن فولكس فاجن في مدينة ليون، ومحلات مجوهرات وهواتف نقالة غالية الثمن وهذا الثمن في باريس وغيرها. ربما أستاذ عبد السلام تدخل عصابات وتدخل أطراف أخرى لتشويه مثل هذه الأعمال أو التظاهرات ضد الشرطة. كنت سأتي إلى هذا الكلام، إلى هذه النقطة تماماً. أكيد هناك مندسين وهناك من لهم غاية سيئة تسيء للمظاهرات المطالبة بحقوق حقيقة هي مشروعة لهم، ولكن هؤلاء المندسين كان عددهم كبيراً، حتى أن بعض من كانوا قد خرجوا للمطالبة بدم ثائر أو بدم نائل أو المطالبة بحقوق نائل وغيره من المهاجرين، تحول بعضهم إلى بعض منهم طبعا كما قلت إلى الشغب أسوة بمن شاغب من خارج هؤلاء. لننتبه إلى مسألة هامة جدا صديقي، لن نكون إلا حياديين تجاه هذه المسألة ودارسين منطقيين لها. في اليوم الأول من المظاهرات خرج فرنسيون مع الجزائريين والمغاربة من سكان شمال أفريقيا في هذه المظاهرات مطالبين بحقوق شرعية لهؤلاء الناس، ومطالبين بمحاكمة عادلة وضبط لهؤلاء الشرطة الذين يمارسون العنف باتجاه المهاجرين من شمال أفريقيا وأفريقيا بشكل عام. ولكن في اليوم الثاني والثالث والرابع خرج الفرنسيون من هذه المظاهرات ولم يعودوا إليها، لأنهم شاهدوا أعمال شغب وعنف وهم لن يشاركوا بهذه الأعمال. وعلى المطالبين بحقوق وقضايا محقة وقانونية أن ينبذوا وأن يطردوا وأن يساهموا مع الشرطة بطرد هؤلاء المشاغبين حتى لا يسيئوا للأهداف الحقيقية. الذي خرج من أجلها هؤلاء المتظاهرين. ولكن السؤال هنا أستاذ عبد السلام، يعني الفرنسي الجزائريين أو المغاربة المهاجرين كما ذكرت هم يحملون الجنسية الفرنسية أم هم مهاجرون؟ هم من أصول شمال أفريقيا، الكثير منهم يحمل الجنسية الفرنسية وهناك من لم يحمل هذه الجنسية الفرنسية، هم يعانون من مشاكل. بالتالي هناك تمييز ما بين المواطن الفرنسي والآخر إن كان بالتأكيد هذا ما تحدث من أصول غير فرنسية. نعم تماما، هذا ما تحدثنا عنه في لقاء سابق. هناك مشاكل حقيقية يعاني منها هؤلاء اللاجئين. ولكن أن تتخذ مظاهراتهم بدل أن تكون سلمية وقانونية وشرعية تطالب بضبط هؤلاء الشرطة أو بعض عناصر الشرطة من العنصريين أو ممن يمارسون العنف، إلى أن تتحول أو يشارك بعضهم في عمليات نهب وسرقة وشغب، فهذا غير مقبول. الفرنسيون بشكل عام من اليمين واليسار والوسط لن يقبلوا بهذه الظاهرة أبدا. وعلى فكرة هذا الشغب وهذا العنف، ولكن نسأل من الجهة المستفيدة من حرف التظاهرات إلى أهداف أخرى؟ اليمين المتطرف. هذا هو الجناح المستفيد من هذه المشاغبات. من هذه التصرفات غير القانونية وغير الشرعية، حتى
العقلاء من المغاربة من شمال أفريقيا يرفضونها. اليمين المتطرف فقط هو من استثمر فيها ويستثمر فيها، وله مصلحة كبيرة في أن تستمر هذه الأعمال المشاغبة، لأن رصيده بين الناس بدأ يرتفع. هناك جريدة في جنوب فرنسا أجرت إحصائية أثبتت أن انتخابات تجري غدا سيفوز فيها حزب ماري لوبين بنسبة 37% متقدما على بقية الأحزاب في فرنسا نتيجة هذه الأعمال التي حدثت خلال الأيام الثلاثة الماضية، لأن الاستفتاء جرى يوم أمس. طيب ألا يخشى أن تتحول هذه التظاهرات إلى ما أشبه بالشرارة ما بين كومة قش وتنتشر ما بين المدن الفرنسية ولا يتم السيطرة عليها؟ هي انتشرت، هي حقيقة توزعت في كل أنحاء فرنسا، وهناك عدم تغطية إعلامية جيدة، هناك ليس تغطية إعلامية جيدة لهذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات وبعض الشغب في الكثير من الأماكن التي انتشرت فيها هذه المظاهرات. حقيقة انتشرت ولم يعد من السهل السيطرة عليها، ولكن سياسة الاستيعاب التي انتهجتها الحكومة رغم العنف الواضح فيها هو استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات وما إلى ذلك، هذا عنف وسطي لاتجاه المظاهرات لا تستطيع بهذا الشكل احتوائها كاملا. هي لجأت إلى الاعتقال. الليلة واحدة فقط يوم أمس اعتقلت 719 شخص مقابل 900 شخص خلال 4 أيام سابقة. إذن صعدت الاعتقال مقابل تخفيف العنف. يعني فرنسا لا تريد، الحكومة الفرنسية لا تريد تصعيد العنف في فرنسا لأنها قادمة مقدمة على استضافة الأولمبياد عام 2024، يعني بعد سنة واحدة فقط. أيضا تخشى أن تمتد هذه التظاهرات إلى أماكن أخرى غير ممتدة لها داخل فرنسا. ولكن أستاذ عبد السلام يبدو أن الموضوع ليس متعلق فقط بنائل، يعني صحيفة اللوموند الفرنسية تقول أن الحكومات المتعاقبة لم تبني علاقات متوازنة مع سكان الضواحي الفقيرة، وهناك فتى يقتل كل شهر أو شخص يقتل في كل شهر في فرنسا عدم الامتثال للأوامر. بالتالي هل من السهولة قتل شخص لم يمتثل لأوامر شرط المرور؟ هذا غير جيد على الإطلاق. كما قلنا في لقاء سابق عام 2017 تم سن قانون في فرنسا يسمح للشرطة، يمنح للشرطة الحق باستخدام السلاح الرصاص الحي المباشر على أي شخص لا يمتثل للأوامر ولا يوقف سيارته أو يبادر بعمل قد يرى الشرطي أنه قد يسبب خطرا على الآخرين فيبادر بقتله. منذ ذلك الحين تصاعدت نوعا ما عمليات القنص باتجاه أو عمليات القتل باتجاه المواطنين واللاجئين بشكل عام، في المهاجرين أيضا بشكل عام في فرنسا. تمام. إلى ذلك إلى ذلك المشاكل الحقيقية التي تسببت في هذه الحالة العنفية التي ظهرت الآن هي مجموعة مطالب محقة لهؤلاء الناس تم حرفه عن مسارها مؤخرا. هذا شيء مختلف، ولكن حقيقة هؤلاء الناس يعانون كثيرا. هم مواطنون من الدرجة الثانية، المجنسون منهم مواطنون من الدرجة الثانية، فما بالك بمن هم غير مجنسين. بالتالي أستاذ عبد السلام هناك احتقان مسبق لدى هذه الأحياء، وهم ربما ينتظرون أي حدث للتعبير عن غضبهم أو عدم تحقيق مطالبهم. وهذا ما يجري، إنه نار تحت الرماد، إنه الجمر تحت الرماد الذي ينتظر ريحا خفيفة تزيح الرماد لتظهر إلى السطح. وهذا ما يجري، وهذا ما نراه تماما منذ عام 2005 حتى الآن. حصلت عدة حالات تظاهر وعدة حالات عنفية في الشارع الفرنسي من مهاجرين يرون أن لهم الحق في أشياء لم تعط لهم في فرنسا. المواطن الفرنسي درجة أولى، هم مواطنون درجة ثانية، نسبة البطالة لديهم مرتفعة، الخدمات لديهم متدنية. طيب أنا أعتذر منك، فقط سؤال سريع ومهم، يعني هل ستستطيع حكومة ماكرون الصمود بعد كل الهزات التي واجهتها بدءا من تظاهرات الخوذ الصفراء إلى المتقاعدين وصولا إلى التظاهرات الحالية المتعلقة بقتل نائل؟ رغم ارتفاع شعبية اليمين مؤخرا خلال هذين اليومين، إلا أن لا أحد في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الفرنسي من النواب من المنتخبين من الشعب أبدى تغييرا في موقفه أو تحالفه أو حزبه.
تمام. وهذا يؤشر على ان لا تهديدات للحكومه، ولا سيما انها تجاوزت قبل ذلك عده طلبات نعم بازاحتها ولكنها ثابته. الحل الان يجب وضع منهجيه واستراتيجيه شامله للنهوض باوضاع اللاجئين والمهاجرين في هذه الضواحي الفقيره في شكرا فرنسا. لكم، مساواه. تفضل. شكرا ونعتذر للمقاطعه. من باريس الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبد السلام حاج بكري، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.